تطلعي بالتلفزيون؟ ها؟ شو الاسم؟ أنا من ليبيا. من ليبيا؟ شو الاسم بس؟ خدوجة صبري. خدوجة صبري. من ليبيا؟ شو لحالي شو عم تساوي هون؟ عندنا مهرجان السينما. انتي كمان بتمثلي سينما؟ شو عاملة أفلام؟ كتير عاملة كتير. شو فيلم شو يعني؟ أنا اليوم عندي فيلم أنا في الشام الساعة 9. شو اسمه؟ الأجنحة. أجنحة. بطولة مين؟ بطولتي مع زملائي كتير يعني. في شيء؟ لا سلامتك. في شيء جد في شيء؟ لازمك شيء؟ لا سلامتك. والله جد. لازمك بلدنا إيشي. يعني ما ناقصنا شيء. لا لازمك مصاري انه هذا عالي مين؟ مشان فاتورة الاوتيل عليك حساب لعيونك. عن جد عم نحكي معك، لا تضطر تبيعي شيء اذا لازمك. يي شو بدي بيع؟ ليش يعني للدرجه هذه يعني؟ بيعي ذهب اذا عليك حساب. خلاص لو كان فلسنا بعدين نقول لك. اعطيكي معك قلم، اعطيكي رقمي. رقمه رقم التليفون، اي شيء تكره بعينك. انت اخذ جاي من ليبيا. الناس الطيبة في الشام. الاسم الكريم بس. الاسم الكريم. أنا نديم. نديم. شكرا. عفوا. الله فيك. تفضلي. شكرا يا أخ. ما لكش علاقة بالتلفزيون. ها؟ خلي المايك بس لبين ما تجي المذيعة. بدكم منها شيء؟ لكم معها شيء حساب للأخ؟ لا لا شو. مو معك إنت؟ لا لا مش معي، انا اول مره نشوفه. انا بدفع اذا في اي شيء اخذ. يا ابني ما في شيء، احنا بدنا بنسجل التلفزيون، الاخوان بيساعدوا بس استنى بالمذيعة. اذا ساحبه حلويات من عند اخوه انا بدفعهم. ها اخت من ضيافتنا يعني من ليبيا. انا اشتريت حلويات ولا اشتريت شيء؟ انا بعمل حديث للتلفزيون مع الاستاذ، شو فيها من مشكله يعني؟ حلويات اول مره هيك والله العظيم. عليها شيء حساب كذا احكي عم لا تضطري ترهني عند حدا شيء ولا ذهب تبيعي ولا شيء. انا اخوكي شو بدي يعني يكون؟ انت تو تشوف فيها شاريه حاجه؟ لا بركب الاوتيل فوق لانه شو عم يطالبوكي. فنان حضرتك انت يعني؟ انا مالي علاقه، عندي محل مفروشات ام الا اي شيء بيلزمك اختي تكرم. نحاسيات شرقيات تحف عن جد، هدايا شو بيلزمك تكرمي؟ شكرا بارك الله فيك عن جد يعني. ما بدها لا تحتاجي تطلبي من اي حدا بالمهرجان. انا اخوك نديم. طيب ممكن هذا مين امسكي انت؟ انا دخلني بالقصة هذا خليه شوي هنا لانه هو ليش عطيه للمسنه في المذيعه بس. انتوا ليش عم تطالبوها بس بدي افهم يا ابني؟ ما طالبوني بشيء، عم نطالبها بلقاء نحن. بلقاء. لقاء قديش؟ لقاء الحلويات يعني. مشوها للاخت يعني هلأ. الاستاذ ما قصرش يعني، قال لي تبي حاجه انا اخوك. قلت له بارك الله فيك شكرا. مشوها اذا عندها شغل مشوها، لانه هلا بيجوا اللي بده يطالبوها بالحساب بشغله. وهلا مره قبل شوي يا ابني ما فيش حد طالب فيا، ما عنديش حساب انا هيك فهمت انا. قالوا لي جد انت اكد شيء يعني على لا لا ما لا قصدي. تذكريني بالاسم. شو الاسم؟ من ليبيا، يعني ممثلة من ليبيا جاي مشاركة في مهرجان السينما. اسمي خدوجة صبري. فاتحة شي حساب بالبنك هون بسوريا؟ ايه هلا بفتح ان شاء الله. عن جد لا تضحكي، اذا لازمك شي تكرم عينك. عن جد انت اخت والله وحياء، عرفك على الوالدة والوالد؟ اه سلم لي عليهم. اجمعك فيهم ومنادي لهم جيبهم من البيت. مين يسلموا عليكي؟ طيب خليها بكرة. والدي شهم كمان قبضاي، عنده محل مفروشات. بس لا تخلي حدا يقول لك اذا بتريدي حساب. يا ابني ما في حدا بشو يعني، عيب حتى الناس قاعده يعني. ما حدا قال لك شيء ابدا؟ ما حدش، ما ليش علاقه يعني. لا تنزنقي انت وتتضايقي يا عزيزي. ما فيش زنقه، قلت لك احنا في ضيافه مهرجان، جاي لي مهرجان السينما، ما فيش مشكله يعني. يعني ما انباع معك الفيلم؟ ما انباع؟ مزنوقين فيلم؟ ايه مزنوقين على مصاري. احنا مش باعين، احنا جايين نقدموا في عرض بس. مو مزنوقين على مصاري يعني. على العموم على العموم نعم، كانت معك الكاميرا الخفية وأهلا وسهلا فيكي. خفية الكاميرا وين؟ يا مجرمي. ويا عاشقين صبرا جميل. يعطيك العافية يا مدام. يوي إذا لازمك شيء
حياتنا وأشواقنا الحارة. شو رأيك؟ تضحكوا يا شباب، حرام عليكم. أنا اسمي نديم. برضو قال يعني ممثلة وعارفة الشغل. طيب بس شو كنت بدك تساوي؟ بدون تعليق يعني، خلاص وجهي راح أحمر. ضحكت علي كلكم. على أي حال شوف البشر كلهم يضحكوا يعني، عارفانين يعني كلهم حابكينا. وريني وشك على ما انتبهت يعني هيك حتى نشوف يعني. سبحان الله، سبحان مغير الأحوال. على العموم أنا أخوكي، على العموم عندي محل مفروشات برضو. خلاص الفنانين دايما حلوين، الفنانين علينا غاليين، الفنانين حلوين حلوين، والفنانين علينا غاليين. ممثلين ممثلات ومطربين ومطربات كلهم حلوين دايما حلوين، لكن معانا كتير عفويين. كلهم حلوين دايما حلوين، لكن معانا كتير عفويين. الفنانين